هحكي لحضرتك حاجة. اتفضل. يعني أنا فعلا والله صادق فيها. لا أنا قعدت أتخيل القرية اللي نشأ فيها رفي. كويس. وتعبت جدا في الحتة دي. هي بطن النعمة. بطن النعمة هي طبعا ما فيش قرية اسمها بطن النعمة. بس أنت لكن المعنى بطن النعمة اللي هي تحت الأرض هناك نعمة. مليانة صحيح. تمام. فبطن النعمة دي أنا عايز أوصفها بشكل يكون شيق جدا لان كل الروايه بتدور حوالين سر جمال الغامضه طبعا فيبقى دي لازم تتوصف كويس قوي فانت تخيل بطن النعمه دي انا تخيلتها في بني سويف جنب هرم سنفرو اول هرم مكتمل في تاريخ العالم تمام. اللي هو في ميدوم فتخيلت ان هرم سنفرو موجود وبعدين ارض الرمليه وبعدين محاطه بمنطقه زراعيه تمام والغريب ان تبقى الارض اللي فيها الكنز دي في وسط ارض زراعيه ايه اللي يجيب في وسط ارض زراعيه فجاه صحراء صحراء يعني وزرع وداخلين جوه بعض تخيلتها كده تمام انا بسافر بني سويف كتير ليا اصدقاء كتير في بني سويف فلما بعدي من بني سويف بشوف هرم من الطريق الصحراوي الصعيد طريق الصعيد الصحراوي فبشوف من بعيد هرم سنفرو فدايما شايفه رمله واسفلته رمله وهرم سنفرو تمام فما فيش الشكل اللي انا وصفته شكل متخيل يعني متخيل المفاجأة من حوالي اسبوعين رحت عند هرم سنفرو مخصوص بس عشان اخد اللقطة اللي حضرتك صورت فيها دي اللي اتعرضت في الريبورتاج فانا دايما بروح هرم سنفرو من ناحية الطريق الصحراوي بس بقف من هناك فرحت من الناحية التانية طريق زراعي لا من الناحية التانية من الناحية يعني الاخرى من الهرم من الناحية التانية من الهرم من نفس الطريق بس تمام. بدل ما بقف دايما في الحتة دي أوكي. كملت على رجلي ورحت خدت الدوران يعني لأجل المفاجأة ايه بقى أرض اللي انا وصفته لا والله والله ما رحتها والله العظيم ما رحتها لا صادق 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 حضرتك فاكر شفت اللقطه اللي شفت اللقطة منطقه زراعيه ورمله والهرم هي شكلها كده النهارده اللي انت وصفها انا 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 اشعرت هي الروايه فيها لقطات او اي مع يعني مش عايز احرقها عشان لا بس فيها لا على فكره لها علاقه بالحدث الحدث والتخاطب والقدرات الغير عاديه انا اتخضيت لان ايه ده يعني ازاي ده حصل لي يعني ايه انا يعني ما عرفتش افسر وسكت شويه حتى الشباب اللي معايا بيقولوا لي ايه انت ساكت ليه فزوم في حاجه مش فاهمها ان انا تخيلت ده قبل ما اشوفه انا تخيلت قبل ما اشوفه ده انت هنا تلبست شخصيه رافي يبدو كده يعني هي شخصيه رافي يعني ذات قدرات خاصه والجمال ان انت تستطيع اي انسان يستطيع ان ينمي هذه القدرات الخاصه هي مش هي بس مش عند رافي هي موجوده عند ناس كتير مننا بالظبط